النهارده افتتاح اليورو. افتتاح اليورو النهارده تم افتتاحه في ايطاليا، والافتتاح او تنظيم البطوله هذا العام بشكل جديد. ليه؟ ميشيل بلاتيني الحقيقه هو من العقليات الفذه، من العقليات الفذه في الاداره الكرويه، وانا بحلم في يوم من الايام انه يتولى رئاسه الفيفا. سيبكم من القضايا والقصص دي كلها، انا واثق تماما انه ميشيل بلاتيني من انظف الناس اللي تولوا اداره الكوره لما كان في الاتحاد الاوروبي. لكنه هو عمل فكره مجنونه انه بطوله اوروبا يتم تنظيمها في 13 دوله. في حد اعتذر بقوا 12 دوله، فهتلاقي مباريات في ايطاليا، وهتلاقي مباريات في المانيا، وهتلاقي مباريات في انجلترا، وهتلاقي مباريات في فرنسا، وهتلاقي مباريات في اسبانيا، وهكذا يعني باستمرار هتشوف زي دوري اوروبي كده لحد ما يطلع الثلاثه الاوائل، وبعده تتلعب بره وبره، وبعدين في النهايه السيمي فاينل والفاينل، او الفاينل غالبا هتلعبه في ملعب ويمبلي في انجلترا. الحاجه الثالثه انه الجماهير حضرت النهارده بنسب متفاوته، بس صوتها منور الملعب. الرياضه بصفه عامه وكره القدم بصفه خاصه بلا جماهير بتفقد كثير جدا من معناها. معناها يعني الملح والفلفل والشطه وال يعني التوابل كلها بتاعه الكوره او بتاعه الرياضه هي جماهير كره القدم. صوتهم، فرحتهم، سعادتهم، غناهم، الفرحه مع هدف، الحزن مع هدف، الانفعال مع لعبه، التسقيفه لكوره، اللعبه الحلوه دي، الصده الجميله دي، كل دي امور مهمه جدا في عالم كره القدم. ولكن ازاي الجماهير او ازاي اوروبا، ايطاليا دي اللي كانت يعني برجامو دي كان فيها وباء غير عادي. النهارده ايطاليا بتستقبل الجماهير في ملاعبها. انتوا شفتوا العالم لما قفل، وكان بدايه القفل كانت من وهان في الصين، ثم كنا بنشوف الصور من سنه، مش رمضان ده، رمضان اللي قبليه، العالم كله كان مغلق. مغلق. ولكن ازاي قدروا يتغلبوا؟ ما حدش بيدخل الملعب غير هو واخد التطعيم. غير هو واخد التطعيم. قعدنا هنا في مصر نقعد يا جماعه التطعيم، يا جماعه من فضلكم، يا جماعه عشان خاطرنا، والناس تقدم رجل وتاخر رجل، لانه دايما في ناس ضد، في ناس ضد، في ناس ضد. انجلترا بقت صفر وفيات، المانيا تقريبا بقت صفر وفيات، ايطاليا بقت صفر وفيات، او بتتكلم في 5 في 10 في 15 اللي هم العادي اللي بيموتوا العادي من الكورونا او من غير الكورونا، من نزلات برد شديده جدا، لان نزلات البرد اصلا فيها حالات وفيات. اخيرا الناس بدات تستجيب، واخيرا بتروح دلوقتي مراكز التطعيم بتلاقيها بقت زحمه والاعداد بتتزايد. لكن لو حضرتك عايز حياتك تمشي صح، والبيتك والاولادك ما تقعدش تندب، ما تقعدش تحط ايدك على خدك، خاصه ان الدوله بتوفر لك التطعيم بالمجان، لا بجنيه ولا بخمسه ولا بعشره ولا بمئه، ده بالمجان للجميع، للقادر وغير القادر، لان الدوله بصت هنا على الصحه العامه للجميع. والدوله اللي عامله حملات الفيروس سي، واللي عامله حملات صحه المراه، واللي واللي واللي، وبالتالي هي خايفه على صحه الشعب. فحضراتكم من فضلكم اللي لسه ما سجلش يسجل دلوقتي، اللي بيحب يسافر، اللي عايز يروح عمره، اللي عايز يروح حج، اللي عايز يروح اوروبا، اللي عايز يروح دوله هنا، اللي عايز يروح حته هنا، في اي الدول سواء دول الخليج او في اوروبا، مش هتدخل غير وانت معاك التطعيم.